كل أنواع التمييز العنصري موجودة في لبنان، ضد الأجانب، ضد النساء، ضد ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي اليوم العالمي ضد التمييز العنصري، قرر أولاد وشباب لبنانيون وأجانب التحدث عن تجربتهم في لبنان. النساء في لبنان ناضلن من أجل كل حق حصلن عليه، الحق في الانتخاب، الحق في العمل، والحق في الذهاب إلى المدرسة. هذه جزء من حقوق البشر، والنساء بشر. خارج المدرسة أشعر بالتمييز لأن عدد من اللبنانيين لا يحترمون الأجانب. تحدث هؤلاء الشباب عن التمييز تجاههم إما بسبب جنسيتهم أو لون بشرتهم أو طائفتهم، لكن اليوم العالمي ضد التمييز بقي في لبنان أسير هذه الغرفة. ففي الخارج كانت حفلة جنون من نوع آخر مستمرة.